احنا بنعبد ربنا وما نعرفوش، والانسان عدو ما يجهل. طول ما مش عارف ربنا ما مش عارف قيمه الودود، ما مش عارف قيمه اسم الله السماء متكا اله لقضاء الحوائج، ما مش عارف يعني ايه لما تبقى خايفه مثلا على امر جاي على اولادي ولا على زوجها ولا مش عارف ايه تدرك ايه. او انا في امر حاليا الشد فيه واتظلمتي واتخذلتي واتقال عليكي واتعمل وعاملين حزب عليكي في جروب العيله ولا ما اعرفش في الشغل، ما ادري ليه منهم لله يا ربنا ياخدهم حسبي الله ونعم الوكيل. لا ولا الكلام ده ولا تقولي ولا تتعبي نفسك. ايه الاسم اللي يناسب يختصني في الدنيا قبل الاخره؟ مين تقول لي وداعي لها؟ الله يفتح عليكي. اسمك ايه؟ اللهم اغفر لاختكم غدا والوليد. خدها الجنة والفردوس واحنا معاها اللهم امين. عندنا هدايا وفتح كلكم في الاهل. مين اللي جاوبك؟ هنا وفي الدنيا غادة وابتدى عفاف. ممكن عفاف وانت طالع. طيب اقول لكم على حاجة تانية. تيجي تبقي عاملة وبره بأهلك وأمك وأبوك تيجي تخزني، أو تيجي تبقي عاملة لزوجك وراحة معاه مستحملة في الغربة وكذا وتيجي لا تشكري حتى ولا حتى يبقى شايف، بل بالعكس يجي يقوم جاي يعني جاي وحاطط عليكي فيه كمان بأمر أنت نويتي فيه إسعاد البيت. وتقولي صورة ده أنا عاملة وتعبانة وكذا وعاملة عشان ربنا سبحانه وتعالى بس. عشان مين؟ الله عز وجل في زوجك. خلي بالك يا نساء ان شاء الله لو ربنا احيانا وبلادكم تاني نعملوا يوم على الازواج. اما بقى اوعي اوعي تكوني بتعملي عشان زوجك، اوعي تكوني بتعملي عشان اولادك تخسري والاولاد بيبقوا شايفينك وانت صاحيه من النوم عشان تغطي الاولاد بيبقوا شايفينك وانت دايما صاحي الساعه 3 ودي عندها جامعه ودي عندها دراسه ودي عندها. الله عز وجل الزوج مهما عملتي بتعملي ايه يعني؟ الشله الحريم كله كده يعني. وانت الواحده اللي حملتي ولا غلبتي ولا ولدتي وعارفه انت بقى انت كتير لسه بقى عظيم. اوعى تقع في الحفره دي. امال بنعمل ايه؟ لله في زوجي. فيجي شكر ما شكرش شكرا بستنى من الله سبحانه وتعالى باسمه الايه؟ الله يفتح عليكي يعطي اسم الله الشكور يعطي متحملين من اجل الصعاب الصعاب كلها جزيل الصعاب. فيجي يقول ما يقولش لكن لو انا عامله له ايه وعملت ايه ده وتعبت ونفسيتي وعملت وبره عملت وما بزودت ولا حد بيقدر منهم لله ولا حد شايف تعبي ولا حد شايف وانت مركز عينك منتظره من عبد من القيم قال عليهم ايه؟ ناقصون العباد ناقص ما كمل منهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كمل من الصفات الا الله عز وجل. فنواياك في الامر تعملي لامك ولا لله عز وجل غير لامك؟ الله يرفع عليك. بعمل لاولادي واكسب بيتي لله فيهم عشان كده لما يحصل حاجه وللابن اللهم يا رب اني نظرت اولادي ذلك اصلح ربيهم. فنواياك في الامر يا